تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية وبصفته مبعوثا خاصا له، قام وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطف أمس بزيارة عمل إلى الجمهورية التركية. وقد استقبل الوزير من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي الرسالة التي تندرج في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما للدفع بالعلاقات الجزائرية التركية إلى أسمى المراتب المتاحة. وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وما تشهده من حركية إيجابية، فضلا عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي. في الختام، حمل الرئيس السيد رجب طيب أردوغان الوزير أحمد عطاف نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه للقاء به في المستقبل القريب ومواصلة جهودهما المشتركة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين ونصرة لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تحسبا للانتخابات الرئاسية يوم 7 سبتمبر المقبل، تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وسط تدابير تنظيمية محكمة لضمان السير الحسن للعملية، حيث تقدم إلى مقر السلطة اليوم أو أمس كل من الراغبين في الترشح، وهم شعبان زروق، لطرش سليم، سعيدة نغزة، زبيدة عسول، وكذا أحمد شوتري، لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بصفتهم مترشحين أحرار. وخلال نزوله ضيفا في برنامج لقاء التلفزيون، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أن ما حققته الهيئة عبر المسارات الانتخابية عزز من مسألة الثقة في إقناع الناخبين، لا سيما فئة الشباب. كيف يعني نقنع الناخبين بصفة عامة والناخبين الشباب بصفة خاصة؟ صحيح. أما متعلق بمصداقية المسارات الانتخابية، متعلق بمسألة الثقة. صحيح. الثقة تأتي بناء على المصداقية التي تكتسبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار تنظيم مختلف المسارات الانتخابية من مختلف الاقتراعات. لحد الآن يعني كل الاقتراعات التي نظمتها السلطة كانت اقتراعات مسبقة. مسبقة يعني ما كان يتطلب يعني السرعة والإجابة والمهنية وغير ذلك، ماهوش أمر سهل. والحمد لله وصلنا 6 انتخابات اللي نظمناها، يعني تجديد كامل المجالس الدستورية في البلاد دون أي نزاع في مصداقية الانتخابات. شرفي أكد أيضا أن المساس بمصداقية مسار الانتخابات يعد مساسا بالأمن الديمقراطي، والذي كرسه الدستور الجزائري باعتباره مكسب عظيم للجزائر. مع أن مصداقية المسارات الانتخابية الديمقراطية المساس بها يعتبر في كل الدول المتطورة، منها حتى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وأمريكا، كمساس بالأمن القومي لتلك الدول. صحيح. هذا المساس بالمصداقية، رسالة مهمة، مساس بالأمن القومي لتلك الدول. والجزائر ما هيش متعطلة في هذا المجال، ما دام أن في الدستور الجزائري، وأنتم راكم الله يبارك مختصين تقدروا تبحثوا، لكن كان دساتير كثيرة اللي تكرس مبدأ الأمن الديمقراطي. مبدأ الأمن الديمقراطي مكرس دستوريا، معنتها لا ديمقراطية بدون أمن ولا أمن بدون ديمقراطية. جميل. هذا مكسب عظيم راهو كسبته الجزائر، نحافظوا عليه. وما دام الأمر متعلق بالأمن القومي، فمن واجب كل الجزائريين أن يحافظوا على المسارات. أول إجراء وأول التزام نكتب روحي في القوائم الانتخابيه. صحيح. سنفصل في هذه المرحله. نصبح ناخب وعندي كلمتي وعندي حقي وعندي واجبي.
في افتتاحية تحت عنوان الجزائر الجديدة غد أفضل وأفق أرحب، أكدت مجلة والجيش في عددها الجديد أن السيادة الوطنية تصان بجيش قوي مهاب واقتصاد متطور، وأن سنة 2027 ستكون مفصلية في المستقبل الاقتصادي للجزائر. التفاصيل في هذه الورقة الإلهام عشير. نحو غد أفضل وأفاق أرحب تتجه الجزائر الجديدة بإيمان قوي بأن السيادة الوطنية تصان بجيش قوي مهاب واقتصاد متطور، تؤكد مجلة الجيش في افتتاحيتها لهذا العدد. جيش يواصل تأدية مهامه الدستورية دون هوادة باقتدار والتزام وإخلاص، تحرص قيادته العليا على تعزيز جاهزيته وقدراته القتالية من خلال مقاربة شاملة ومدروسة بعناية، ترتكز على التجهيز بأحدث المعدات والأسلحة وتعتمد على المورد البشري الكفء المتحكم بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة والدقيقة لرفع مختلف التحديات ومواجهة كل التهديدات، وهو ما تؤكده النتائج النوعية المحققة سواء على الجانب العملياتي أو من جانب التحضير القتالي. ويتجلى ذلك من خلال تنفيذ مختلف المناورات والتمارين بنجاح واحترافية عالية تحت إشراف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. افتتاحية مجلة الجيش أبرزت الجهود التي تصب كلها في مسعى تثبيت وترسيخ أمن الجزائر وحماية استقلالها وحفظ وحدتها الترابية، مستدلة في ذلك على ما أكد عليه السيد الفريق أول خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، بأن التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة حق مشروع للشعوب كافة وطموح لكل البشرية، مشيدا بقوة جيشنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. مجلة الجيش عادت إلى أهم الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية للمجتمع المدني خلال زيارته لولاية خنشلة، والأهمية التي أولاها للشق الاقتصادي والتنموي من خلال النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة والتي تترجم طموح بلادنا لتعزيز مكانتها الاقتصادية. وهنا أشارت افتتاحية مجلة الجيش إلى أن اقتصادنا يحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا بشهادة هيئات إقليمية ودولية، لتختتم بأن ما حققته الجزائر من نتائج ومؤشرات إيجابية تفرض علينا العمل أكثر لتحقيق الأمن الغذائي الذي لا يتجزأ عن المنظومة الأمنية بصفة عامة، وعلينا بذل المزيد من الجهود كل في موقعه لاستكمال بناء دولة قوية داخليا وخارجيا، لتظل الجزائر على الدوام قوية مزدهرة باقتصادها، موحدة بشعبها ومؤسساتها، آمنة بجيشها الوطني الشعبي. تنمويا، الجزائر السيدة بأبنائها تواصل مسيرة البناء وتواصل طريق تنمية المناطق الصحراوية بمشاريع استراتيجية وخدمات نوعية للمواطنين. ولاية المنيعة تشهد حركية تنموية بأبعاد اقتصادية لتعزيز النقل البري والجوي تحقيقا لتطور شامل ومتكامل، تقول حنان بوريو. على مسار الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء، حركية نقلية كثيفة سيما منها على الشطر الرابط بين ولاية غردايا المنيعة وتمنرست. فكل الشاحنات التجارية لنقل السلع والمؤن إلى أقصى الجنوب الجزائري تمر عبر هذا الشطر، وخاصة منه المنيعة التي تعد محور عبور نشط جداً. شريان اقتصادي حيوي يقتضي تأهيل مقاطع منه مرافقة للحركية التجارية التي يشهدها على محور شمال جنوب. نعطيكم النقط بالضبط، مثلا انفوت 60 اللي تدعى برانشمان تاع امريكا، زائد مكان يسمى الدوسا كذلك في نفس الطريق، كذلك عقبة الحجاج او هبطة الحجاج اللي تبقى لها 90 كيلومتر على عين صالح. انا راني مسرجي سكر هذاك اللي مولد موسى مطلعوه حتى الثالثه من راست هاز 40 طن، كان طريق مليحه بالك نديرو 8 ايام 6 ايام حتى 5 ايام في الفياجه، لكن طريق مش مليحه نفوتوا 10 ايام. اخذا لانشغالات مستعملي الطريق بعين الاعتبار، الورشه انطلقت على مستوى مدخل ولايه المنيعه. هذا المنعطف كان يشكل عائقا مروريا كبيرا تسبب في حوادث خطيره. الاشغال جاريه
تحسينا للخدمة العمومية واحترام الأجل هو الرهان. المشروع هذا كما نقول مدة الإنجاز هي 6 أشهر، صح صاحب الشركة تعهد أنه يقضيها في أقل من ذلك، يعني في 4 أشهر. المراقبة تكون يوميا بأخذ العينات، كان دي تجارب نقوموا بها هنا في السورسيت وتجارب نقوموا بها على مستوى المخبر. الأشغال التي تندرج فيه هي عبارة عن توسعة وإنجاز الزواجية وإنجاز مسلك ثالث للوزن الثقيل. المنيعة هذه الولاية الفتية ذات المؤهلات التنموية الاقتصادية الواعدة، تتعزز خدمات النقل فيها للمواطنين والمستثمرين بإعادة تهيئة المطار ومدرجه تقديما لخدمة نوعية تتماشى والتطلعات التنموية المأمولة بهذه الولاية. مكسب كبير للمنطقة هذه، المطار هذه وفيه يعني رحلات مختلفة كمطلب يعني أولي، أنه تكون لنا مثلا خطين على الشرق وعلى الغرب. يوفرون رحلات برمجة جديدة من قسنطينة، عنابة، جزائر العاصمة، من الصحراء تندوف، بشار. ماذا بكم اللي فونتوا على العشية؟ ماذا بنا ما ينقوش لنا؟ ماذا بنا تاع الصباح؟ احنا إن شاء الله راه كاين جديد يعني عن قريب إن شاء الله في البيريود ديستيفال، وإن شاء الله راح يدعمونا خطين أو ثلاثة على مستوى الشرق والغرب الجزائري ورنفورسمون سير ألجي. نعمل مع الشركاء جميعا من أجل تحسين الخدمة العمومية على مستوى المحطة الجوية. استراتيجية تنموية بالغة الأهمية خطت الجزائر معالمها على محور شمال أقصى الجنوب بتقوية شبكة النقل البري والجوي لجعلها مستقطبة للاستثمار الوطني والأجنبي وتقديم خدمة ذات جودة ونوعية للمسافرين على مسار التطور الشامل والمتكامل لكافة ربوع الجزائر. والولاية المنتدبة بوسعادة تعرف هي الأخرى حركية تنموية كبيرة من خلال عدة مشاريع من شأنها تسهيل حركة السير وتقليل حوادث المرور. المزيد في روبورتاج وليد قدري. الطريق الوطني 46 شريان رئيسي للاقتصاد، به حركية كبيرة للسلع والأشخاص، يتفق كل مستعمليه على أن شطره الرابط بين مدينتي بوسعادة والهامل يشكل رواقا لأخطار الحوادث واختناق حركة السير، مشكلة لم يعد حلها بعيدا مع تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق الذي سيحل المشكلة نهائيا. هو حلم يعني سكان بوسعادة، وهذا أهميته انطلقت الأشغال فيه في جونفي 2024، ويكون إن شاء الله اللي عرف نسبة تقدم ما يفوق 30% مش خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 إن شاء الله تنتهي به الأشغال. بالجوار كذلك مشروع لا يقل أهمية، طريق اجتنابي بطول 13 كيلومتر لم تحظى به مدينة بوسعادة حتى هذه المرة، رغم أن عبور الأعداد الهائلة من المركبات داخل المدينة ظل مصدر قلق للمرة وسكان بوسعادة على حد سواء. هو ثاني مشروع استراتيجي ومستراتيجي مهم، من هنا جويلي ان شاء الله يكون يعني نفتحوه يعني للمواطنين. ثاني هو الشيء اللي عطل المشروع الجليسير، ما نجموش نفتحوا احنا الدوبلو فان تاعو، وزمنا نديروا الجليسير وبقى لنا ترونسون تاع 6 كيلومتر من هنا اسبوع تنطلق فيه الاشغال. ثمرة هذين المشروعين تبدو واضحة لدى المواطن حتى قبل اكتمالها. هما فين كيجيو منا عندك تضييع تاع الوقت بزاف، وبربي ان شاء الله كي يخلصوها هكذا طريق ازدواجي باذن الله بربي ان شاء الله تكون مليحه بزاف. الكومبرومون لي زاكسيدون لي كوت مومنا ملي كوتي ما كانش راك فاهمني، وطريق ضيقه راك فاهمني، وان شاء الله ربي كي يدير الطروت ينقص الناس تمشى اليز. هي فتحوا الطريق الاجتنابي هذه تولي رحمه ربي تعود ما كانش سيركلاسيون في البلاد. العوض اللي كنا نديرو قال من طريق بسكره طريق الجزائر نص ساعه دير 10 دقائق. وحتى تسمى حركية المرور بالإنسيابية في قلب مدينة سياحية استوجب أن توفر الأفضل لزوارها، مشروع آخر لنفق أرضي سيقضي على نقطة سوداء في زحمة السير. والأكيد أن استلام المشاريع الثلاثة معا سيحدث طفرة إيجابية في شبكة الطرقات بالمنطقة وببعد وطني. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل الاحتلال اعتداءاته على منازل الفلسطينيين بالقصف موقعا عشرات من الشهداء في عدة مناطق بالقطاع، يحدث هذا في ظل تصعيد خطير بالضفة الغربية. المشهد في هذا التقرير لفوزي عبد.
تواصل القصف الصهيوني غير الإنساني على منازل من شتى نواحي قطاع غزة، موقعا مزيدا من ضحايا المدنيين يتقدمهم الأطفال والنساء والشيوخ. فجر اليوم ارتقى 7 شهداء في قصف أهوج على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما كان 3 آخرون قبلهم قد استشهدوا في استهداف مسيرة صهيونية لمجموعة من المواطنين بشارع الصحابة وسط المدينة ذاتها. وفي الجنوب انتشرت فرق الدفاع الذاتي جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض بنايات في حي تل السلطان غربي مدينة رفح التي استهدفها الاحتلال بقصف مدفعي وجوي غير مسبوق بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها بمخيم الشابورة أمس الأول الاثنين على أيدي المقاومة. وبموازاة إحصاء مصادر طبية ارتقى 31 شهيدا إلى غاية مساء أمس عبر كافة إنحاء القطاع، أعلنت وزارة الصحة قبل ذلك عن ارتكاب الاحتلال 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات 24 التي سبقت إعلانها. على صعيد آخر، سلمت حركات المقاومة ردها الكتابي للوسطاء بخصوص المقترح الأمريكي للتسوية في غزة، وهذا في الوقت الذي صعد فيه الاحتلال اعتداءاته بالضفة الغربية حيث استشهد 6 شبان فلسطينيين خلال اقتحام جحافل من جيش الاحتلال لبلدة كفردان غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. في ملف الحج وبالبقاع المقدسة، حيث تجري على قدم وساق التحضيرات والاستعدادات بمخيمات عرفات ومنى لاستقبال ضيوف الرحمن خلال أدائهم الركن 5 من الإسلام، حيث سخرت الجزائر كل الإمكانات لخدمة حجاجنا الميامين. المزيد مع موفد تلفزيون إلى البقاع المقدسة طرق حجي. يكون الإتقان والضبط كله في اللمسات الأخيرة، وهو ما تحرص عليه بعثة الحج الجزائرية خلال تحضير المخيمات بأهم ركن للحج وهو وقفة عرفات، وكل المكاتب جاهزة بطواقمها وتجهيزاتها لاستقبال حجاجنا بمخيمات عرفات ومنى. هذه الزيارة الأخيرة تأكدنا من خلالها على جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. كل ما يحتاجه الحاج الجزائري طيلة فترة المشاعر جاهز من راحة وسلامة وتأطير صحي وإرشاد وفتوى، وكل عضو في البعثة الجزائرية يسابق لنيل شرف وأجر خدمة الحاج الجزائري. عشية غلق المشاعر من طرف السلطات السعودية للاستلام النهائي للمساحات والمخيمات المخصصة لمكتب شؤون حجاج الجزائر البعثة الجزائرية للحج، وكذلك لوضع اللمسات الأخيرة للسادة رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لكي يقوموا بإلصاق الملصقات الخاصة بتعيين الخيم وترقيمها، الخيم الخاصة بالرجال والخيم الخاصة بالنساء، والتأكد من توفر الفراش المراتب لجميع الحجاج. سويعات تفصلنا عن انطلاق المشاعر والتجند داخل البعثة الجزائرية في درجاته القصوى لوضع كافة حجاجنا في أريحية مهما كانت ظروفهم العمرية أو الصحية. من مخيمات الحجاج الجزائريين بعرفات، طارق حجي، بعثة التلفزيون الجزائري، مكة المكرمة. في خبر آخر، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس مطلع هذا الأسبوع من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة وتوقيف عناصرها 4، حيث كانوا ينشطون بالجهة الغربية للوطن مع ضبط 48.5 كيلوغرام من المخدرات من نوع الكيف المعالج، كانت مموهة بإحكام بداخل مركبة رباعية الدفع، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. في الرياضة، لعبت أمس الجولة 29 من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، وقد أسفرت هذه الجولة على نتائج التالية.
وفي تنس الطاولة التحقت أمس الرياضية ليندا الغريبي بركب المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024. فألف ألف مبروك للرياضية ومزيد من التألق في المنافسات المقبلة. ثقافيا انتخبت الجزائر لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو في اعتراف بالالتزام التاريخي للجزائر بتعزيز وحماية التراث الثقافي عبر العالم. مراسم الانتخاب حضرها سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسى أو موسي ورئيس لجنة تصنيف التراث الجزائري في قائمة اليونسكو البروفيسور سليمان حشي. بحضور الجزائر كضيف شرف تتواصل وطبعة السابعة عشرة من المهرجان الثقافي السلام عليكم بموريتانيا الذي يعرف مشاركة فنانين جزائريين من مختلف ربوع الوطن. المهرجان هو فرصة أخرى لتأكيد روابط الأخوة ومد جسور التواصل الثقافي بين الجزائر وموريتانيا. ثقافيا دائما تتواصل بقصر الثقافة مفتي زكريا بالعاصمة فعاليات الطبعة الأولى للمعرض الوطني لكتاب الطفل تحت شعار كتابك اليوم مستقبلهم غدا بمشاركة أزيد من 58 دار نشر وطنية. المعرض والذي سيدوم إلى غاية 15 من الشهر الجاري يعرف تنظيم العديد من النشاطات الثقافية والفكرية والترفيهية عبر فضاءات مخصصة للقراءة والمطالعة والفنون التشكيلية بالإضافة إلى ورشات خاصة بالرسم والفخار واللغات. هذه الزيارة الأخيرة تأكدنا من خلالها على جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عشية غلق نشرتنا تمت. مشاهدينا يومكم موفق والسلام عليكم.